تعاقد كم باش نديرو في عقد. 2 hours later. استنى شوية، استنى مزروب. خلنا نبداو. نجمو نبداو. Knowledge Hot Tire coming up. السلام عليكم يا ابطال، امين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في حلقه جديده من نولج على الطاير. الاكل ما يقتصرش انك تحط الوجبه قدامك وتاكلها وفات الحكايه غادي، لا لا لا. السلوكيات نتاعنا نقوم بها وقت الاكل، نوعيه الاكل في حد ذاتها والمصادر الغذائيه اللي يتكون منها، طريقه تحضير الاكل، هذا الكل يلعب دور مهم في كميه واستهلاكنا الطاقي للسعرات الحراريه الانرجي انتيك. حكينا في زوز فيديوهات سابقه من السيري هذه على ما قبل الاكل، وحكينا زادة على السلوكيات متاعنا وقت الأكل وتأثيرها على الوزن الزائد والسعرات الحرارية اللي باش ناكلوها. طول خليهمكم في آخر فيديو هذية تفرجوا فيهم باش تكون الموضوع والفكرة واضحة. في الفيديو هذية باش نحكيو على البروسيس متاع الأكل وطريقة الأكل في حد ذاتها وتأثيرها على الوزن الزائد. الأكيد يا أبطال لاحظتوا قد ما تاكل بالزربة قد ما تحس روحك مش باعتش، والأكيد عندكم شكون من الأصحاب ولا من الأقارب كي تتلموا في قاعدة باش تاكلوا نفس الوجبة يجي آخر واحد ويكمل أول واحد، يعطيكم كل جملة الشهيرة لا حسيت روحي ما كليتش بالكدا وباقي مازلت ما شبعتش، تتقول احناش يا معلم ياكل وما يمضغش. هذا الكل ما جاش من فراغ، شناوا حبوا يشوفوا شنو هي الحكايه هذيا وعملوا دراسات في الموضوع. خذوا جماعه عندهم وزن زائد وجماعه ضعاف وعطاوهم 2200 سعره حراريه، والسعرات الحراريه هذيا مقسمه بين بروتين وكربوهيدرات ودهنيات بنفس الراسيو، يعني بنفس الكونتيتي في الزوز جروبات، لكن جروب يمضغ 40 مره مش برشا 40 مره وجروب يمضغ 15 مره. نتيجة الدراسات هذه الجماعة اللي تمضغ 40 مرة في زوز جروبات، الجماعة اللي عندهم الوزن الزائد والجماعة الضعف، استهلكوا أقل سعرات حرارية ب 11.9% من الجماعة الأخرين، وفي نفس الوقت حسوا بأكثر شبع، وهذا راجع لانخفاض هرمون غرلين اللي تفرزه المعدة متاعك كي تبدأ حاسة بالجوع. يس. التأثير في الحقيقة يرجع لطول مدة الأكل، مش هكاك الجسم متاعك يتقنع اكثر ويفهم روحه فاش قاعد تعطي فيه وفاش قاعد تسربي فيه، مش طف طف طف. كملت. يعني يا ابطال السلوكيات متاعنا وطريقة الاكل في حد ذاتها تجم تكون وسيلة سهلة لبرشا ناس ينجموا يطبقوها وهكاك يستهلكوا اقل سعرات حرارية وبالتالي باش يخسروا الوزن الزائد اللي عندهم. تجم تعمل عضات صغار كما تجم تستعمل مغارف وفراشة صغار، ما قلناش تعدي نهار كامل تاكل، لكن تاخذ وقتك وتعطي لجسمك الوقت باش يستوعب الماكلة اللي انت قاعد تاكل فيها. خذ نفس وانت قاعد تاكل، احسب روحك خرجت في رونديفو نتاع عشاء مع فتاة الأحلام، ولا احسب روحك خرجت تتعشى أول مرة مع الخطيبة متاعك. خذ راحتك. مرحبا بك عزيزتي معايا في القاعدة هذيا بالدنيا. العشاء هذي المزيان معاك أحلى حاجة صارت لي في حياتي. تعرف عزيزتي اليوم ريحتك ياسر بنين عزيزتي، تعرف، وبالحق أنا فرحان إن أنتي موجودة معايا في العشاء هذي، حاجة بنينة ياسر. قول عزيزتي قول، ما تحشمش، أنا في صبرنا ما منيكلوش برشا، شموا ريحة الماكلة نشبعوا، وعلى ذاك تشوفني ديما محافظ على الرشاقة متاعي. وتعرف صحابي كل كانوش موافقين عليك من الأول، أما أنا شديت صحيح، قلت لهم هي أو لا أحد. قول عزيزتي قول. أنا في ساعة نشبع ما ناكلش برشا. سي ديليسيو فريمون. الحمد لله. المهم أنت تكون فرحانة بالعشاء هذا أهم حاجة بالنسبة لي في الخرجة هذه.